وسط تحديات دولية وملفات بالغة التعقيد، افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته 42 بمشاركة عدد من وزراء خارجية بعض الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية. وتشارك المملكة بوفد يترأسه المندوب الدائم لبعثة المملكة العربية السعودية بجنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل. In the occupied Palestinian territory, the continued expansion of settlements across the occupied West Bank, including East Jerusalem, is illegal under international law and has severe impact on the human rights of Palestinians. I am particularly concerned by very high levels of settler violence and Israel's failure to adequately protect Palestinians from such attacks or hold the perpetrators to account. المملكة العربية السعودية تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بحضور متميز ونشاطات متعددة، أهمها البيانات التي تلقيها المملكة باسم المجموعات الإقليمية الإسلامية والعربية والخليجية، فضلا عن الندوات التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمعرض التراثي الذي يعكس حضارة المملكة والذي سيتم افتتاحه غدا في مقر مجلس حقوق الإنسان. الدورة هذه ستكون مليئة بالنشاطات والقرارات كذلك. نحن لدينا تواصل مع الجميع من أجل الحصول على نتائج إيجابية لهذه الدورة. كذلك سيتم خلال هذه الدورة أو على هامش هذه الدورة افتتاح معرض فني لفنان تشكيلي سعودي الفنان عثمان بن خزيم، سيتم الافتتاح يوم غد وسيستمر المعرض لمدة 10 أيام، وسيكون اختتامه مع احتفالات البعثة باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر. الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان تستعرض في جدول أعمالها قضايا وملفات هامة مثل قضية ميانمار واليمن والقضية الفلسطينية بجانب قضايا المناخ والهجرة والشعوب الأصيلة ومكافحة الإرهاب. هناك الكثير من القضايا حقيقة في منطقتنا العربية، قضية اليمن وخاصة في هذه الدورة سيتم مناقشة تقرير اللجنة المعنية بالإضافة إلى البند العاشر في المساعدة التقنية للجمهورية اليمنية الشقيقة. إضافة إلى ذلك هنالك عدد من القضايا، قضية القضية السورية، قضية القضايا الأخرى في المنطقة، وبلا شك أن هناك في بنود متعددة إضافة إلى هذه القضايا، ولكن أهمها حقيقة مناقشة الدائمة للقضية الفلسطينية. الكثير من الخبراء والشركاء الدوليين أكدوا على أهمية دور المملكة في مجلس حقوق الإنسان، خاصة وأن المملكة عضو نشط في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. قضايا وتحديات على طاولة مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، منها قضية اليمن والقضية الفلسطينية وميانمار. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.